من بورا السودان إلى الدار البيضاء، رحلة استثنائية بطعم الأمل والأمان. ركابها مغاربة اختلفت قصصهم وأسباب تواجدهم في السودان. هم اليوم فرحون بعودتهم إلى بلدهم الأصل وإن كان لأسباب أمنية. نشكر الملك على المجهودات الكبيرة اللي دار، لأنه مبادرة جد قوية، وإحنا فخورين لأنه الناس تما ولو كيقولوا لينا ملككم كيبغيكم، لأنه دار حركة قوية. وما يعني صراحة عاش الملك. لا بالنسبة لنا كنا شغل هناك في السودان وكانت تجربة قاسحة شوية، لأن كنا تقريبا في منطقة الخطر، لكن الحمد لله الامور دازت مزيانه بفضل ديال الجهود ديال سيدنا ان شاء الله، الله ينصرو. تنظيم الجسر الجوي المباشر جاء بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس وتوجيهات منه لتامين عوده المغاربه وعائلاتهم في احسن الظروف. كان هنالك نقل عن طريق حافله بريه من العاصمه الخرطوم في اتجاه مدينه بورسودان، ثم تنظيم رحلات جويه بالتنسيق مع الخطوط الملكيه المغربيه في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. فجميع الاجهزه المعنيه من الامنيه او جميع الادارات المعنيه قامت بالسهر على انجاح هذه العمليه، وكما شاهدت اليوم ف 130 من المغاربه المقيمين بهذا البلد وصلوا بصدد اجراء المساطر الخاصه بهم، وهنالك حافلات في انتظارهم لنقلهم حتى منازلهم ان شاء الله. عملية إجلاء تجري بحسب المستفيدين منها في ظروف جيدة، تنتهي معها المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية لتبدأ رحلة الانتظار والتفكير فيما هو قادم. بعدما عاشوه من أحداث وتجربة يصفونها بالمريرة، يعود مغاربة السودان اليوم إلى مسقط رأسهم حاملين معهم ذكريات وآمال بنهاية قصة مؤلمة وعودة الاطمئنان والاستقرار لأشقائهم السودانيين. فدوى مرابطي، قناة الغد، من مدينة الدار البيضاء.